السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد. يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة. والنهاردة مع موقع جديد وتطبيق جديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. والنهاردة أنا عايزاكم تكونوا مركزين معايا جدا في الفيديو ده. أولا الفيديو ده هيفيد إن شاء الله ناس كتير من المهتمين بإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي أو الكاركترز الشخصيات باستخدام الذكاء الاصطناعي. والموقع بتاع النهارده ممكن يهم ناس كتير جدا من الناس اللي بتعمل محتوى بالذكاء الاصطناعي واللي عايزة تستخدم كاركترز أو شخصيات ثابتة. مش بس شخصيات ثابتة، ممكن شخصيات ثابتة، ممكن يعني مثلا يكون عندك بيلدينج ثابت، ممكن يكون عندك أي حاجة ثابتة، مش شرط يكون كاركتر. بس انا النهارده هركز على ايه؟ النهارده هركز على الكاركتر. يتسمى consistent character او يكون كاركتر ثابت معايا. والموضوع عايز بس منك تركيز مش اكتر، لان الموضوع ممكن يكون شويه مختلف عن الشكل التقليدي اللي بننشئ بيه. اول حاجه لازم الاول تنشئ الكاركتر اللي انت هتشتغل عليه. الحاجه التانيه ان انت تدرب الموقع على ان هو لما يجي ينتج لك كاركتر بالشكل ده، ولكن ممكن يكون الاكسبريشن مختلف، بيضحك، بيعيط، بيبكي، انجري، يكون غضبان، حزين، حسب الموقف اللي انت عايز تحط فيه الكاركتر بتاعك. فعشان كده لازم نركز النهارده في استخدام موقع سيناريو. في تكست دلوقتي طالع قدامك، هتخش على سيناريو.com. يعني انت لو كتبت كده سيناريو.com ممكن انت تخش على app.scenario.com وتخش تعمل ساين ان. هيطلب منك الايميل بتاعك وهيبعت لك فيريفيكيشن كود على الايميل. هتدخل الفيريفيكيشن كود التاكيد يعني، وتبتدي ان انت تخش على الموقع اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي او الداشبورد اللي احنا شايفينه قدامها دلوقتي. هنا اول ما هتخش هنا بيقولك انت عايز اللي انت تنشئه، هل كاركترز ولا باك جراوند ولا بادجز ولا ايزومتريك بيلدينج ولا فيكلز. هنا انت ممكن تروح للفيجوالز اللي موجوده اوريدي، ولكن انا هنا هبتدي اروح تحت، انزل هنا على جينيريت. هنزل هنا على جينيريت كده، هخش على جينيريت وابتدي اختار الموديل اللي انا عايزاها وانشئ بيها الشخصيه بتاعتي. هنا انا اخترت الموديل اللي انا هشتغل بيه، خلاص عملت له اختيار، وهنا هبتدي احط الامر اللي انا عايزاه. يعني انت اخترت الموديل، ابتدي بعد كده اكتب الامر. في عندك حاجه ممكن تساعدك اسمه برومت بيلدر، يساعدك في بناء الامر انت عايز الستايل ايه. وعندك برومت سبارك ان هو يقترح لك بعض كده الاوامر اللي انت ممكن تستخدمها. انا اوريدي محضره الامر عندي من شات جي بي تي، انا بحب استخدم شات جي بي تي. انت لو اسهل لك تستخدم البرومت بيلدر براحتك جدا، مفيش مشكله. هبتدي هنا الامر احط كنترول في اللي الحاجه اللي انا عايزاها او الوصف اللي انا عايزاه. وهنا في نيجاتيف برومت لو انت عايز تحط نيجاتيف برومت، وفي ريفرنس ايمج لو انت عندك صوره وعايز اللي يطلع يكون شبيه للصوره دي تقدر انك انت ترفعها. وهنا النمبر اوف ايمجز 4 في المجاني. خد بالك في خطه مجانيه وخطه مدفوعه، وهنشوف مع بعض الكلام ده في الاخر. مش عايزاك تشغل بالك بالموضوع ده، هنتكلم فيه في الاخر. وهنا الدايمنشنز تقدر تتحكم في الدايمنشنز بتاعه الصوره. وهنا بالنسبه للجايدنس، كل ما كان الاوتبوت بتاعك هيكون قريب للامر اللي انت استخدمته، كل ما هتزوده كل ما هيكون الاوتبوت بتاعك مقارب جدا للامر اللي انت هتستخدمه. هنا هبتدي ان انا اخليه على 10.2 بس كده، مش هعمل اي حاجة تانية. وهبتدي ان انا اعمل جنريت عشان انشئ الصورة. هنا انا هحتاج ان انا انشئ الصورة اكتر من مرة. هدرب الموديل او ادرب الموقع نفسه ان هو يديني بالذكاء الاصطناعي الحاجات اللي انا عايزاها، الصور اللي انا عايزاها. هنا هنشوف في جينيريشن. طبعا في حاجه مهمه جدا حابه اقولها لكم، ان انتوا في كل مره هتيجي تعملوا جينيريت، ممكن اول مره تاني مره يديكوا استجابه على طول، بعد كده هيقول لك استنى 20 ثانيه، مره يقول لك استنى دقيقه، مره يقول لك استنى دقيقتين. فطالما بتستخدمه في الخطه المجانيه هتلاقي نفسك شويه بتستنى كتير يعني. ولكن طبعا احنا بنجرب مع بعض الخطه المجانيه، ما عندهاش مشكله انها تستنى لحد ما تولد الكاركتر
واحنا بنعرضه لربما بعد كده حد يستخدمه بشكل دائم. انا بس بتناول موقع زي ده لاهميته بالنسبه لناس كتير جدا حابه انها تولد شخصيات ثابته. كنا الاول بنلجا ان احنا نقعد نعمل اوامر ونثبت حاجات، وبرده ما كانتش النتيجه بتبقى جيده بنسبه 100% او حتى 90%، ولكن طبعا اكيد المواقع بتشتغل دلوقتي على العيوب بتاعت مواقع تانية، فبتطلع مواقع بتعمل لك كاركترز بقى ثابته زي الموقع اللي احنا شغالين عليه النهارده. زي ما احنا شايفين الكاركتر ده واحد واقف قاعد هنا على العرش بكذا شكل، يعني انت بقى المفروض ان انت بتولده بكذا حاجة، يعني ايه في كل مرة بتطلب حاجة زيادة مثلا على الكاركتر ده. هتقول مثلا smile happy face with smile، مثلا happy face with smile، هتزودها، ممكن تزود حاجة مثلا تانية sad face، وتبتدي تولد مجموعة من الصور المختلفة عشان تقدر تعمل تدريب للذكاء الاصطناعي على ان هو يولد لك صور ثابتة. هنشوف مع بعض المفروض على حاجة انا كنت عملتها من قبل، لان لو رحنا كده عملت جنريت هيقول لي استني مدة معينة علشان يبتدي يولد لي 7 دقايق و57، كل ما بستخدمه اكتر بيخليني استنى اكتر. انا هوريك اللي انا عملته من قبل على حاجة اوريدي جاهزة في عندي your models. الموديل ده مورا برنسيس، دي انا اللي عاملاها. هنا الموديل دي انا انشأت عدد مختلف من الصور علشان في الاخر خالص اقدر ان انا اطلع صورة زي ما انا عايزة. وعلشان تنشئ بقى حاجة زي كده بتعمل ايه؟ اولا انت لما بتيجي تروح بتروح منزل مش اقل من 8 صور، بتروح تحمل مش اقل من 8 صور، يعني بتنزل 8 صور من الصور اللي انت انشأتها. يعني انا هنا في الايمجز هنا هبتدي ان انا انشئ اقل حاجة 8 صور، مرة حزين مرة سعيد باشكال مختلفة، او انشأ لي اوريدي عطاني 1 2 3 4 5 6 7 8، ببتدي ان انا انزل الـ8 دول اعمل لهم داونلود. ممكن اروح كده ابتدي ان انا واحد واحد من دول اعمل لهم داونلود، هنشوف كده مع بعض بشكل سريع. ادي التاني هعمله داونلود، التالت واضح ان هو ما خلينيش استنى كتير، تلاتة اربعة مش اقل من 8 ولحد 50 صورة. وكل طبعا ما انشأت صور اكتر ليه وهو واقف وهو قاعد وهو حزين، هتقدر ان انت تدرب الذكاء الاصطناعي ان هو يعمل لك الموديل اللي انت عايزه. وهنعرف يعني ايه تدربه، وهنعرف يعني ايه يعمل لك الموديل اللي انت عايزه. هنا اعتقد ادي 1 2 3 4 5 6 8 9. تعالوا بقى نشوف موضوع التدريب ده. طبعا في حاجة برضو مهمة لازم اذكرها، ان انت لو حابب ان انت تعمل ابسكيل اعمل ابسكيل للصورة، يعني عايز تظبطها ممكن تستخدم الاوبشنز بتاعت الايديت دي تعمل ايديت على الصورة نفسها، دي حاجة راجعي لك. لكن مفيش وقت دلوقتي ان احنا نستخدم كل ده، هناخد وقت كبير وطويل، واحنا عايزين يعني نركز على الجزء المهم، وان احنا نعمل الموديل او ندرب الذكاء الاصطناعي على الموديل اللي احنا عايزين بعد كده نولد بيه صور ثابتة. هبتدي ان انا اروح على الجزء المتعلق بالموديل وابتدي اقول له نيو موديل، انا بعمل موديل جديد، وهنا هقول له ستارت تريننج، ابتدي بقى ايه دربهولي. النيو موديل ده هبتدي اسميه كينج مثلا، كينج مان، وهبتدي اختار اللي هو الجزء المتعلق بالموديل ستايل اس دي مثلا، المره دي اختار حاجه مختلفه 1.5. وهنا تريننج كلاس ممكن اقول له ارت ستايل، وممكن اقول له الستريشن، وابتدي ان انا ارفع الصور بتاعتي اللي انا هرفعها. عملت لها داونلود 1 2، قلت لكم اقل عدد من الصور 8 واكتر عدد من الصور 50، فاحرص ان انت كل ما هتولد صور اكتر كل ما هيكون افضل. 1 2 3 4 5 6 7، انا محتاجه ان انا يعني ارفع كمان صوره، اكسبت اول. هنا المفروض ارفع صوره كمان،
ارفع صورة يعني مكررة ولا لأ، مش عارفة هل هيسمح لي ارفع صورة مكررة ولا لأ، هنجرب. او مثلا اوكي سمح لي ان انا ارفع صورة مكررة، عملت لها كروب ورفعتها. هنا عدد الصور لحد 50 زي ما انت شايف، واقل حاجة 8 عشان يعمل جنريت ويدربه. هنا يعني انا شايفة ان انت سيب ده زي ما هو، مش هلعب فيه، انا خليه ديفولت، وهبتدي اقول له ستارت تريننج علشان يبتدي ان هو يدرب لي الموديل بتاعي. من المفترض بقى ان هو هيعمل ايه؟ من المفترض ان هو هيعمل لي موديل زي كده. بنخش على ليوناردو، ومن ليوناردو بنختار دريم شيبر، بنختار رياليتي، ابسولوت رياليتي، بنختار انمي. هو نفس الموضوع ايضا هنا، ان انت بتختار الموديل، بس هنا انت بتختار الموديل بشكله، يعني انت عايز اللي انت تطلعه يكون واخد نفس الشكل ده. فانت من خلال الموديل ده هتقدر ان انت تنتج اشكال ثابته. طبعا عمليه التريننج بروسيس بتاخد وقت، يعني ممكن تاخد معاك لحد ساعه يعني لحد ما يعمل تريننج، فطبعا الموضوع هياخد وقت. فاحنا هنرجع لك ان شاء الله بعد الفاصل عشان نشوف النتيجه، ونوريك ازاي بتبتدي ان انت تستخدم الموديل ده عشان تعمل جنريت لايمج زي ما انت عايز. انتظرونا، هنرجع لكم على طول بعد. هو خلاص انشأ لي الموديل بتاعي. تعالوا بقى نشوف الموضوع ده هيبان ازاي لو انا رحت لي images وابتديت ان انا اقول له generate image. هبتدي ان انا اختار king man الموديل اللي انا عاملاه، وهنا هبتدي ان انا اقول انا عايزه ايه بالظبط. هنا بقى هقول له happy face with smile. وهنا هقول له generate. هنا هقول له اديني هابي فيس ويز سمايل بناء على الموديل اللي هو اسمه كينج مان. هشوف كده النتيجه هتكون عامله ازاي. ابتسامته خفيفه شويه، يعني مش شايفاه بيضحك قوي بصراحه. نعمل، ممكن نجرب البرومت سبارك فيس ويز سمايل، شوف كده ممكن يديني ايه البرومت سبارك. Uprightly color becoming happy face، هختار اول واحد وهبتدي ان انا اعمل جنريت. طبعا في جنريت انا عشان اوريدي خدت وقت، سبت وقت كده كام دقيقه، مش هيعمل لك بشكل مستمر، مش كل مره هيعمل لك جنريشن، هيخليك تستنى شويه لحد ما تقدر انك انت تنشئ صور تانية. هنا هيديني صور جديدة، المرة دي لابس التاج، أنا مش عارفة ايه، مش عايزين يديهولي بيضحك يعني، بس هو نوعا ما هنا وشه مختلف. نيجي بقى للحتة المهمة جدا، ان انت عايز تركب الكاركتر ده على باك جراوند. هنا انا رحت الكانفا، رفعت الصورة بمنتهى البساطة كده زي ما انتوا شايفين، وشلت الباك جراوند من edit باك جراوند. انت بقى بتجيب الباك جراوند وتحط الباك جراوند اللي انت عايزه، يعني انا ممكن احط اول باك جراوند ده مثلا سيت اس باك جراوند، واحط الملك على الباك جراوند اللي انا عايزاه. اولا التفاصيل ممتازه جدا، ثانيا الباك جراوند اتشال وحطينا باك جراوند تاني، فانا شايفه ان الموقع ده موقع جيد. وطبعا مع التدريب ومع التعود على انك انت تكتب الامر صح وتختار، لو انت عايز تختار من البرومت بيلدر الحاجه المظبوطه، الموضوع ممكن يطلع معاك بشكل ادق. انا بعرض لك ازاي بيستخدم، وانت بقى ممكن تبدع وتطلع حاجات احسن مني كمان. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده على قناه كل يوم موقع جديد. فيديو كان من وجهه نظري مهم، هو ممكن يكون شويه محتاج تركيز قوي وانت بتشوفه وتطبق خطوه بخطوه، لكن باذن الله هينفعك جدا في انشاء المحتوى للشخصيات اللي انت بتكون عايزها ثابته معاك في كل القصص، مع اختلاف شويه تعبيرات، او هو مثلا بدل ما هو واقف قاعد، الحاجات اللي هي بتحتاجها في انشاء القصه. اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى على قناه كل يوم موقع جديد. زي ما بقول لك في نهايه كل فيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنت بتشوفنا لاول مره. ولو كنت متابعينا الاعزاء، ما تنساش اللايك والشير والكومنت. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.